أعزائي المشاهدين، رجعنا مرة تانية بعد الفاصل في الفقرة التانية من برنامج حلم وفكرة. في الحقيقة الورد هو الحياة، فالورد لا مؤاخذة عفوا، في الحقيقة الورد هو الحياة، فالورد يحمل العديد من اللغات الخاصة به. فالورد هو فالورد هو سوري فالورد فللورد روح وجمال، فللورد كبرياء وتواضع، وللورد أنوثة وحنان. ومن يهديني وردة فهو يقول لك بمثابة سأجعل الحياة جميلة من أجلك. وعشان كده أستاذة فوزية الباز لما فكرت تعمل مبادرة تكرم فيها أسر الشهداء أو أبطال حرب أكتوبر، حبت إن هي تهديهم وردة. في البداية اسمحوا لي أرحب بضيوفي النهاردة. أولا أنا أستاذة فوزية، أنا يعني مش عارفة أقدمها لأن هي صديقة وإعلامية وصحفية. أستاذة فوزية الباز صحفية حرة في مجلة فيتو سابقا، ومحرره في مجله في موقع جلولي للمشاهير، ومنظم ومسؤوله تنظيم معارض ومؤتمرات خاصه. احب ارحب بحضرتك استاذه فوزيه معانا. اهلا بك يا استاذه ايمان، واهلا بكل المشاهدين، واسمحي لي ان انا يعني اشكرك على الدعوه الكريمه ومحاوله احتضان المبادره من جنبك كصديقه وان شاء الله اعلاميه واعده. وبنبدا برضو يعني لقاء جميل قوي مع الحاج عبير، يعني مشكوره على تواجدها معانا النهارده. تمام، احب ارحب بالحاج عبير صاحبه محل لوفلي فلاور للزهور في ميدان العباسيه وخلف صيدليه الاسعاف. اهلا وسهلا بيكي حاج عبير، شرفتينا ونورتينا. متشكره جدا على الدعوه الجميله ديت. نورتينا حبيبتي. مدام فوزيه عامله مبادره جميله جدا، هنعرف منها دلوقتي تفاصيل المبادره اللي هي بتعملها. بس في البدايه نسال الاول الحاج عبير عن انواع الزهور. احنا شايفين قدامها كده كذا نوع كذا نوع، فعاوزين نعرف منها بس بعض الانواع، وبعد كده استاذه فوزيه تعرفنا بالمبادره بتاعتها. اتفضلي حضرتك. ده ورد بلدي. تمام. وده ورد جيبسفيليا بيربي فلاور، ده عباد شمس، وورد بلدي وكرزنطم برضو بلدي. طب تشكل لنا كده كذا بوكي ورد نتفرج عليهم ونفرج الساده المشاهدين. ماشي، ميرسي لحضرتك. استاذه فوزيه، عاوزه حضرتك تعرفينا بالمبادره بتاعتك وتعرفي الساده المشاهدين ايه المبادره وبتهدف لايه وتفاصيل عن المبادره. اتفضلي. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني في البدايه بحب ان انا اوجه كل الشكر لكل شخصيه جميله على ارض بلدي، ولكل بطل من ابطالنا في كل مجال. ولو اتكلمنا على وجه الخصوص عن ابطالنا اللي بيحموا مصر وبيحموا ترابها وبيحموا سماها، واتكلمنا عن ابطال اكتوبر وما قبل اكتوبر، وعن شهدائنا واسر شهدائنا، ويعني انا كمواطنه مصريه يعني بيهمني على المستوى الشخصي ان انا اقول للكل شكرا من كل قلبي. كتير لما بتواصل مع اسر الشهداء بلاقي ان على المستوى العام حادثهم يعني بيكون منصب على احنا محتاجين بعد 50 سنة نلاقي سيرة أولادنا محفوظة في كتب التاريخ، محتاجين أطفالنا في المدارس وكل النشأ يبقى مدرك قيمة الانتماء للبلد. الشهيد أيا كان موقعه وأيا كان التوقيت اللي دفع فيه روحه في سبيل حماية مصر، هو ارتقى بالشهادة إلى مكانة يعني الكل يطمح إليها والكل يتمناها. يبقى لينا إن إحنا بنحاول على المستوى العام نقول لأسرة الشهيد شكرا، بنقدم لكم شكرا. شكرا في 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 كل لحظه، واحنا جنبكم واحنا معاكم واحنا روحنا لصيقه بارواحكم اللي يعني تكبدت بشكل مباشر عناء الفراق. بطلكم وبطلنا، شاهدكم وشاهدنا لم يدفع روحه فداء لكم كأسره فقط، هو كان
كمان بيحمي مصر كلها ايا كان موقعه، بيدافع عن مصر كلها. فدورنا كمجتمع ان احنا نبقى متكاتفين وملتحمين حول أسرة الشهيد. ده هيتم من خلال عدة مبادرات، وانا شايفة في الواقع كثير من المبادرات الفردية وكثير من العمل العام بيحاول فيه كثير من أبطالنا. حتى يعني هنلاحظ مع بعض ان في مبادرة جميلة قوي على رأسها بطل من أبطال أكتوبر، هي مبادرة رجال من ذهب، محاولة لتوثيق سيرة ومسيرة الأبطال من خلال إنتاج فردي لأفلام تسجيلية وثائقية متميزة جدا، بتكون شاهدة على العصر وشاهدة على الحدث وموثق قوي للتاريخ وتأريخ المعارك والأبطال اللي مازالين يعني على وجه الحياة. اسمحي لي بس اقاطع حضرتك واعرف الساده المشاهدين ان مبادره رجال من ذهب او رجال الشمس اللي اسسها اللواء محمد عمر هو احد رجال الصاعقه، وشارك في حرب اليمن وحرب 73 وحرب الاستنزاف، فحاول ان هو يوثق لنا احداث الحرب والاحداث اللي حصلت في الحرب وتاريخ ابطالنا عن طريق افلام وثائقيه، بحيث ان ابطال اكتوبر للاسف ابتدت الارواح تتساقط وابتدوا ان هم يفارقونا، فحب ان هو لا الاحداث نلحق ناخدها منهم والتعريف بابطالنا ودورهم وعملوا ايه، فحب يعمل الافكار دي. فنحب نشكره بجد يعني على المبادره الجميله دي، كبير ومجهود ضخم والقائمين عليه جميعا من المتطوعين، وبروح وطنيه خالصه لله وخالصه للوطن وحب مصر بيسري في عروقنا، يعني بشكل ان احنا بنبذل من الجهد والوقت والمال في سبيل ان احنا نقول مصر ستبقى بأبطالها وسيرة بطولتها وتوثيق لكل أحداثها على مسمع ومرأة من الأبطال الحقيقيين، ولن نسمح بتزييف التاريخ أكيد. ابدا. ولذلك ويعني بنحاول بقى ان احنا بجهود فردية بنحاول يعني ان احنا نقول لمجتمعنا كله احنا لازم نبقى اكثر يقظة. محاولة تزييف التاريخ من الداخل، عفوا من الخارج، وبعض الايادي من الداخل لن نسمح بها ابدا. لا ان شاء الله. حراس التاريخ والابطال الحقيقيين بيسردوا البطولات وتوثيق البطولات سيكون هو الشغل الشاغل، وأنا شايفة كمان حركة قوية جدا على مستوى وزارة الثقافة والوزيرة إيناس عبد الدايم في توثيق سير أبطالنا من 2011 لحد دلوقتي، وده مجهود إن شاء الله إن شاء الله يبقى أكثر ثراء وأكثر يعني تزامنا مع كل الأحداث اللي أنا مرينا بها على مدار الفترة اللي فاتت. لا يفوتني أني أذكر بعض المحاولات الفردية لتجميع سير الأبطال عن لسان أسرهم، ودي نقطة مهمة جداً، يعني إن شاء الله تكون في تزايد تحت مظلة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة. ده واجب وطني، ومهما تعددت المبادرات الوطنية لتوثيق سيرة ومسيرة الأبطال في كل توقيت على مر تاريخ مصر كله، ده أبسط شيء نقول به لأبناء البطل والأسرة البطل من الزوجة والابن والابنة، اللي يعني احنا طبعا يعرفوا تاريخ باباهم، يعرفوا باباهم عمل ايه، مات ازاي، هو بالفعل تاريخ الأب موثق تمام. انا فاهمه، بس ما يكون عن طريق مثلا فيلم، عن طريق حاجه كويسه تجذب انتباه مثلا طفل يفتخر بيه حتى يبعته لاصدقائه، عن طريق
وسائل التواصل الاجتماعي. احنا محتاجين ده يا استاذه ايمان يبقى اكثر توسعا. ازاي؟ انا دلوقتي بيحزنني جدا لما الاقي اب شهيد يقول لي انا يا بنتي حزين لما يبقى في مصلحه عامه او مشكله عامه في النطاق الجغرافي اللي انا بعيش فيه واتوجه بيها لاي مسؤول في المحافظه اني بشكل فردي لا القى الاهتمام الكافي بيها برغم انها مشكله عامه. ده امر بيحزنني جدا. لذلك انا يعني بوجه مناشده للسيد الرئيس. سيادة الرئيس يعني احنا محتاجين وكلنا لا نغفل مجهود سيادتك ومجهود القياده العامه للقوات المسلحه، واحنا في ظهر جيشنا قلبا وقالبا، وندرك تماما وعن لسان الجميع جميع اسر الشهداء بقدر ما هم يعني بيشعروا بغصة من وفاة فلذة الكبد اللي يعني الصهر الظهر والسند، إلا أنهم لم أجد أسرة واحدة تشتكي بشكل أو بآخر ولا بشكل مباشر ولا بشكل غير مباشر بأي تقصير من ناحية القوات المسلحة أو الدولة ناحيتهم. لا طبعا، تمام. هو أولا الشهيد ابن من أبناء القوات المسلحة، وأكيد عمر القوات المسلحة ما بتنسى أبنائها ولازم بتكرمهم وبتديهم كل حقوقهم، ومفروض يبقى ليهم الأولوية في أي خدمة اجتماعية بصراحة حقيقي، يعني سواء رعاية صحية أو أي رعاية ليهم. احنا بقى مجتمعيا أشوف الحاجة عبير اشوف البوكيه الجميل اللي عملته ما شاء الله، ابداع ابداع جميل يا حاجه عبير. عندي حضرتك اهو ده جميل، انا مش عارفه الكاميرا جايباه ولا ايه، بجد حاجه تحفه بجد يعني. تسلم ايديك يا حاجه عبير والله بجد جميل. ده ورد بلدي من اللي هو مستورد. اه ده ورد بلدي مستورد، وده ورد البلدي بتاعنا. اه الورد البلدي بتاعنا بتاع ارضنا. لا جميل جميل. الحاجه عبير برضو في مفاجاه جميله قوي، بخلاف ان المتجر بتاعها في قلب ميدان العباسيه وخلف صيدليه الاسعاف، مشاركتها معانا في المبادره المجتمعيه بجانب الورد. قالت لي يا استاذه انا معاكي في المبادره قلبا وقالبا، كل بطل من ابطال اكتوبر، كل أسرة شهيد هيكون عندها أي مناسبة مجتمعية وهتحتاج ورد، أنا متكفلة إن أنا، هي يعني الكلام عن لسانها. أيوة. ده كان كلامها يعني. أنا لقيت ست مصرية عظيمة من عظيمات مصر بروح حماسية، يعني بحاول إن أنا أنقلها برضو للسادة المشاهدين إن أنا معاكي أي مناسبة مجتمعية تخص أسر الشهداء وأبطال أكتوبر، هعمل تخفيض مميز جدا، هعمل توصيل مجاني لكل الأسر على مستوى محافظات القاهرة الكبرى، يعني القاهرة والجيزة والقليوبية. فاحنا بالجانب ده بنشكرها، وبالفعل شاركت معانا في لقاء قريب جدا نظمه الإعلامي الأستاذ محمد صلاح في تكريم كوكبة كبيرة من أبطال أكتوبر على ضفاف النيل، و يعني قدمنا بوكيه ورد لكل بطل، وكانت لفتة جميلة جدا أسعدت الجميع. وإن شاء الله هنستمر في اللقاءات القادمة معها. طب أنا عاوزة أسأل حضرتك، اتفضل، البوكيه ده هل يستخدم في كل المناسبات ولا يعني؟ أنا أعرف إن الورد يعني بيبقى مش لكل لا مش كل المناسبات، يعني ممكن حاجة زي كده. تمام. ده بوكيه تاني نوريه للسادة المشاهدين. بس ده بوكيه ورد تاني الوان مختلفه خالص وبرده جميل يعني جدا. تسلم ايديكي بجد، ربنا يخليكي. تمام. ده ينفع برده لجميع المناسبات. الاحمر الاحمر ده بقى ده عشان مناسبه عيد الحب. تمام. وفعلا جميل. كل سنه طيب. وده ينفع لجميع المناسبات. تمام تمام. وده تسلم ايديكي الشمس برضو. تمام. ده ورد عباد الشمس لونه اصفر جميل. ده الغيره بقى ولا ايه؟ الغيره الاصفر. تسلم ايديكي. تسلم. تمام. طيب طب استاذه فوزيه، عاوزه اسال حضرتك، هل حضرتك بداتي في المبادره بتاعتك وخدتي فيها خطوات
تنفيذيه تقصدي؟ خطوات تنفيذيه وخطوات حقيقيه ولا لا؟ طبعا الموقع الرسمي لرئاسه الجمهوريه بيتيح لينا ولكل المصريين ان هو يطرح فكره ويسجل مبادره. فاحنا ان شاء الله يعني في تواصل بحيث ان احنا هنسجل المبادره بكل اهدافها. كمان زيارات متكرره لبانوراما السادس من اكتوبر بتتيح لينا ان احنا نعمل دمج ما بين اسر الشهداء وما بين ابطال اكتوبر في تواجد حي وتلامس مباشر، بحيث ان يعني خليني كده اتكلم بتلقائيه بسيطه. لا يخفى على حضرتك وعلى الجميع ان عندما نجد يعني حالة استشهاد لأي أي ابن أو أخ أو أي شخص أي ابن أو أخ أو أب من يعني كوادرنا وحماة الوطن، كلنا بنعتصر حزنا يعني، فما بالنا بالأم والأب والأخت والأخ والزوجة والأبناء الصغار. يعني لا يخفى على الجميع أن في السنوات الأخيرة من 2011 لحد النهاردة كثير من الشهداء ارتقى للسماء، اللي ترك زوجة في مقتبل العمر 25 سنة لسه في بداية حياتها، بالنسبة لها الزوج هو كان كل العالم. يعني بنتهز الفرصة، ما حتى من حنان باباهم ولا خالص بيهم ولا يعني احنا برضو بنقول ان الشهيد نال مكانة كلنا بنطمح إليها. طيب فين أسرة الشهيد على المستوى المجتمعي؟ الأسرة الكبيرة كأم وأب وإخوة. والله الحقيقة يعني أنا شايفة في أعضاء كتير في مجلس الشعب من أسر الشهداء، سواء دي بادرة أو دي بادرة والدتهم والدهم. أنا شفت ناس كتير بجد ما يعني. هو إحنا مجلس النواب اللي بدأ الحمد لله انعقاد في الأيام الماضية قريبا جدا بعد الأداء اليمين الدستورية، من حسن حظنا إن إحنا لقينا كثير من تمثيل أسر الشهداء. تمام. يعني إن شاء الله الأيام القادمة تحمل كل الخير لأسر الشهداء. أنا بتمنى بس في نداء عاجل للسيد الرئيس إن يا سيادة الرئيس، أنا كابنة مصرية أم وزوجة وأخت للجميع، لن يضيرني كمجتمع إن يسجل في بطاقة الرقم القومي لفظ أخت شهيد، أخ شهيد، أم شهيد، أب شهيد. يعني أنا محتاجة أشوفها، محتاجة لما أبو الشهيد أو صلة الدم المباشرة بالشهيد لما يتوجه لأي مصلحة حكومية إن هو لا يهمل طلبه. تمام. طيب هو أنا فاضل بس دقيقتين، حابة أسأل بس حاجة عبير. عاوز اسال حضرتك بس ايه المواسم اللي بيبقى فيها في اقبال فيها عن الورد، وايه المواسم الثانيه اللي ما فيش؟ يعني الشغل فيها بيبقى واقف شويه او هادي شويه، وفي اكيد اوقات ثانيه بيبقى في اقبال زياده عن الورد. الاقبال الزياده عن الورد اللي هو بيبقى في المواسم زي عيد الحب، عيد الام، عيد الحب اللي هو بتاع مصر. تمام ماشي. هم دولت اللي بيبقى فيهم شغل بالنسبه. تمام. للورد البلدي او عامه الورد كله. لكن بالنسبة بقى للمواسم في الصيف الورد بيكتر جدا، بيبقى كتير. جميل. وفي الشتاء الورد بيقل. خصوصا الورد البلدي المصري. خصوصا الورد البلدي اللي هو بتاع أرضنا. ده بقى بيجي في الأواخر بيخلص خالص يعني. هو وبيقصوه من على الأرض عشان يبتدي يجدد جديد. تمام. انا بشكر حضراتكم، انا بشكر حضراتكم جدا. للاسف وقت خلص. شكرا لاتاحه الفرصه وعلى وعد ان شاء الله. تمام. نورتوني وصرفتوني. اعزائي المشاهدين، سعدنا بكم ونتمنى ان نكون قد اسعدناكم، وعلى وعد بلقاء جديد في حلقه جديده من برنامج حلم وفكره. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.